والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاي تفضل. ثم قال: ثم قال: واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتناس وقع. أقول: اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد قائم، وإن وجد معناه به فهو طلب أي إنشاء كقولك أعلم يا زيد. والأول يأتي عند قوله: ما احتمل الصدق لذاته جرى البيت. طبعا هذا هو المقصود من التصديقات، هو الخبر، يعني هو ذكر هنا الأمر أو الطلب من باب أنه مبحث من مباحث الألفاظ، وإلا اهتمام المناطق أو المبادئ فيما يتعلق بالتصديقات هي القضايا، ويعنون بالتحديد يعني بالجملة الاسمية. طيب، فتكلم أولا أو سيتكلم أولا عن الطلب، ثم يشرع بعد ذلك ويتكلم في يعني في الخبر. نعم. من جملة الخبرية والإنشائية ثم النحو. نفس الشيء. أي. والثاني. اللفظ إن احتمل الصدق والكذبة فهو خبر، يعني إذا أمكن أن نقول لقائله إنه صادق أو كاذب، هذا يسمى خبر، وطبعا الخبر إما صدق وإما كذب، وإذا لم يمكن ذلك فهو إنشاء أو يسمى كذلك طلبا. نعم. والثاني ثلاثة أقسام، لأنه إن كان من مستعل كقول المخدوم لخادمه: استقني ماء، استقني ماء فهو أمر، وإن كان من الأدنى كقول الخادم لسيده: أعطني درهما، فهو دعاء، وإن كان من مساو يسمى التماسا كقول بعض الخدمة لبعض: أعطني عمامتي. وهذا معنى قوله: واللفظ إما طلب أو خبر البيتين. وفي هذا المبحث كلام في علوم الأصول. طيب، إن كان يعني هنا قد ذكر أمرا خصصه بعضهم بطلب من الله عز وجل. طيب، الثاني يعني اللي هو يعني نوع اللفظ الذي ليس صدقا، لا يحتمل الصدق ولا الكذب، اللي هو الطلب أو الإنشاء، ففي أساليب كثيرة، ومن أبرزها هو ما يسمى عموما بصيغة الأمر. فالأمر بعضهم يعرفه تعريفا عاما، يقول هو ما دل على طلب الفعل من الفعل، وبهذا المفهوم يصير ينطبق المعنى العام للأمر على كل هذه الأقسام التي رأينا، نسميها التماس وشيء يذكر كذلك الدعاء والأمر. وإذا رأينا الأمر بالمفهوم الخاص، فبعضهم يقول لا، الأمر هو طلب الفعل من الفاعل على وجه الاستعلاء، على وجه شنو؟ فينصرف ذلك إلى هذا المعنى الأول، وما سواه تصير له يعني تعريفات أخرى، والقاسم المشترك فيها جميعا أنها لا تحتمل الصدق والكذب، وفيها طلب الفعل من الفعل. نعم. قال الثاني ثلاثة أقسام، لأنه إن كان من مستعل كقول الخادم كقول المخدوم لخادمه: اسقني ماء، فهو ماذا؟ أمر. فهو أمر. نعم. فمن هنا نفهم ذلك أن الأمر عندهم يكون على وجه الاستعلاء، إذا لم يكن على وجه الاستعلاء فلا يسمونه ماذا؟ أمر. ده. وإن كان بالعكس من الأدنى كقول الخادم لسيده: أعطني درهما، فهو دعاء. يعني نحن عموما نخصص هذا المفهوم خاصة في علم النحو بما إذا كان الفاعل هو الله عز وجل،
مثل قولنا اهدنا الصراط المستقيم، فنحويا ربما إذا نظرنا إلى صيغة اهدنا نقول هي صيغة أمر، لكن ليس من الأدب أن ننسب ذلك إلى الله عز وجل، نقول هذا دعاء. ومنها قول ابن أجرم رحمه الله يعني لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، فإذا كان الفاعل هو الله عز وجل فيسمى ماذا؟ دعاء. إذا كان غير الله ولو كان يعني مقامه أعلى من المتكلم فيسمونه التماسا، وهنا جعل الالتماس بين ماذا؟ بين المتساويين، وما كان بين المتساويين بمفهوم النحاة يسمونه طلبا، يسمونه ماذا؟ طلبا. طيب، وإن كان من مساو يسمى التماسا كقول بعض الخدمة لبعض أعطني إمامتي، وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر. وأول ثلاثة ستذكر، الأول طبعا هو الطلب، نعم، وذكر في هذه الأنواع ماذا؟ الثلاثة، أي فصل. فصلا في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. نعم. الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جليا. أقول الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك أهل الأزهر أهل الأزهر علماء، إذ فيهم من لم يشم للعلوم رائحة. والكلية الحكم على كل فرد كقولك كل إنسان قابل للفهم. والجزئية الحكم على بعض الأفراد. نفس الشيء. طيب، الفرق بين الكل والكلية، الكل قال هو المجموع المحكوم عليه، يعني الحكم على المجموع يسمى ماذا؟ كل. لما نقول المجموع فهذا ينصرف إلى أكثر الأفراد، لكن ليس من شرطه أن يستوعب كل فرد، مثل ما يقول أحدهم أهل الأزهر كلهم، عفوا أهل الأزهر علماء، فهذا في يؤدى به معنى ماذا؟ الكل. لكن هل يؤدي معنى الكلية؟ لا. إذا حكمنا على كل فرد يعني على الجميع ليس على المجموع، فيصير عندنا معنى الكلية كقول كل إنسان قابل للفهم. هل يوجد هنا استثناء؟ كل إنسان ربما يفهم، لا، هنا القضية دي فيها نظر، لكن قابلية الفهم هذه ثابتة لكل إنسان. نفس الشيء والجزئية. والجزئية والكلية الحكم على كل فرد كقولك كل إنسان قابل الفهم والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك بعض أهل الأزهر علماء. والجزء ما تركب منه ومن غيره كل كالمسمار والخيط للحصير، فكل منهما يقال له جزء والحصير كل. أي هذا الفرق بين الجزء والجزء. الجزئية يعني هو الحكم على بعض الأفراد، الجزء هو ما تركب منه ومن غيره كل. أي وأشار المصنف بقوله ككل ذاك ككل ذاك إلى آخره، إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال كل ذلك لم يكن. والتحقيق أنه من باب الكلية إلى الكل بدليل قوله المصطفى بل بعض ذلك قد كان. طيب، هنا لما قال الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، يعني في هذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة ذي اليدين ذكرها الإمام البخاري في صحيحه هنا عنا في الحاشية. وذي اليدين هذا الصحابي يعني لم يرد عنه تقريبا إلا هذا الحديث، وهو ما أخذ منه العلماء يعني أصولا كثيرة في باب تصليح الصلاة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة بالصحابة الكرام الظهر وسلم في الركعة الثانية،
وقد وقع للرسول عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة ما يعني أغضبه نوعا ما، فلم يتجرأ أحد من الصحابة أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم فسلموا معه وبقوا كذلك. ذو اليدين هذا الصحابي بعضهم قال سمي بذي اليدين لأن كان في يديه طولا، يعني إذا حمل الاسم على المعنى الحقيقي. وبعضهم قالوا اليد هنا هي مجاز، طبعا مجاز هي عن القوة عن الأقدام، فكانت لهذا الصحابي جرأة يعني زائدة على غيره يعني من الصحابة. ومن أدلة ذلك يعني هذه القصة، فذهب ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ هل تغير ونسخ حكم الصلاة، صارت الصلاة هذه رباعية يعني صلاة فيها ركعتين فقط، أم أنك نسيت في الصلاة وسهوت؟ وهذا أمر طبعا لا يتعارض مع مقام النبوة، لا يخرم مقام النبوة، بل ورد في موطأ الإمام مالك رحمه الله إني أنسى لأسنة. فقد يجعل الله عز وجل بعض هذه الأمور تقع مع النبي عليه الصلاة والسلام ليشرع للأمة، ما دامت هذه الأمور لا تخرم ولا تقدح في مقام النبوة. السهو وهذه من الأمور التي تجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا كل ذلك لم يكن. لما قال كل ذلك لم يكن، فهنا يفهم منها الكلية وإلا الكل؟ كلية، يفهم الكلية. كل ذلك لم يكن يعني لم تقصر الصلاة ولم أنسى. وطبعا قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بناء على يعني من جهة نظره. لما هذا الصحابي أصر قالوا قد كان بعض ذلك يا رسول الله، لما قالوا كل ذلك لم يكن أي أني لم أنسى والصلاة لم تقصر، قالوا قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وسجد سجدتين بعد السلام، عمل سجود بعد. هذه خلاصة القصة. نرجع، فقال أشار المصنف بقوله ككل ذاك ليس ذو قوي إلى حديث ذي اليدين المشهور، لما قال للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن به، إلى آخر قصة وقرنا. والتحقيق أنه من باب الكلية لا الكل، من باب الكلية لا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفى كل الأفراد، وهنا طبعا عندنا فردين فقط، يا إما قصرت الصلاة وإما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي. بل ورد في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يقرأ من موطن معين وفتح عليه سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقرأ في موطن في آية قرأ من موطن آخر ففتح عليه سيدنا أبي رضي الله عنه، فسأل عمن فعل ذلك فقال أنا يا رسول الله، قال قد علمت أنه لا يفعلها غيرك وأقرأ هذه الأمة هو سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. على كل حال بدليل قوله، وتحقيق أنه من باب الكلية إلى الكل، بدليل قوله للمصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم بل بعض ذلك قد كان، فالحكم لم ينتفي عن كل الأفراد بل انتفى عن البعض، وباش الفرق بين الكل والكلية وكذلك الجزء والجزئي. نعم، واضح المسألة؟ واضح سمجد؟ وهذا في علاقة يعني إلى ما سيأتي بعد ذلك اللي هي القضايا، عن القضايا الكلية وعن القضايا الجزئية. لما نقول الإنسان حيوان، فهذه قضية سميها قضية مهملة ليس فيها سوء،
بيه. لما نقول كل إنسان حيوان، هذه تولي قضية موجبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة كلية. فالقضية يمكن تكون سالبة، يمكن تكون موجبة، ويمكن تكون كلية، ويمكن تكون كذلك جزئية. هذا توصف بأنها كلية أو جزئية إذا كان لها سور كل أو بعض، ويمكن أن لا يذكر فيها السور تصير قضية شنية مهملة. القضية المهملة يولي فيها معنى الكل وليس فيها معنى الكلية. واضح ولا؟ مواصلون. فصل في المعرفات. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي وعلم. فالحد لحظة، أيوة جاي من بعد. أنا حبيب ربما كنت أريد أن أفتح يعني القوس لقضية الصدق والكذب والاحتمال، لكنه سيأتي بعد ذلك في باب القضاء. شو مقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ها؟ يعني يا رسول الله، إما أنك نسيت، وإما أن الصلاة قد يعني نسخ حكمها يعني وقصرت. قد كان بعض ذلك، هو قال يا رسول الله قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ يعني حدث سأل عن حدوث أحد الأمرين، فالرسول نفاهما، قالوا كل ذلك لم يكن. فلم يقول كل ذلك لم يكن، هل النفي يحتمل بعض الأفراد أم كل الأفراد؟ كيفاش كل ذلك لم يكن فنفاه؟ هذا كان ايش قال؟ قال هنا ونهي قال والتحقيق ونهي ايوه انه من باب الكليه لا من باب الكل. فلما نفى جميع الافراد فاعاد سيدنا ذي اليدين واصر يعني قال لا، بل قد كان بعض ذلك، اما ان اما انك نسيت، واما ان الحكم تغير. يعني هي مش قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول في اليدين. هذا القصة هي اللي صارت لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم، فجاء ذي اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن هي صلاة الظهر يعرفها مثلا، وأنها أربع ركعات، إذا ذي صلى الركعة الأولى والثانية وسلم، فاسأل سيدنا ذي اليدين. الرسول أجابه بناء على ما كان يظنه عليه الصلاة والسلام، قالوا كل ذلك لم يكن، قال لا قد كان بعض ذلك يا رسول الله. لو كانت هذه مقولة الرسول لما كان هناك يا رسول الله. في رواية أخرى قال بل بعضه وقع. شكون هذا؟ في رواية أخرى وين في الكتاب؟ قال بدليل قوله قول مصطفى، معناه دليل قوله دليل مصطفى للمصطفى. اي للمصطفى، يمكن نسخ عنده القول لقول المصطفى. دليل مصطفى، اي نسخ مختلف. بدليل قوله للمصطفى مكتوب عليه. انتم نسخة عندكم بدليل قول المصطفى. للمصطفى. نعم. نعم طيب نواصلوا. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي وعلم. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة معا، وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد اقتبط. وما بلفظي لديهم شهرة تبديل لفظ برديف أشهر. طيب المعرفات، وهنا ما زلنا في باب ماذا؟ في باب التصورات. نعم. أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات. لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارح. أي القول الشارح اللي هو يقصد به المناطقة التعريف. إذا قلنا التعريف أو المعرف فهذا يسميه علماء المنطق قول شارح. لما نقول الإنسان حيوان، فحيوان ناطق، الإنسان معرف وحيوان ناطق شنية؟ تعريف. علماء المنطق يسميه يقولوا لما نقول الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق هذا قول شارح. قول شنو؟ نعم. المعرفات جمع معرف بكسر الراء،
ويقال له تعريف، وقول شارح أيضا، وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف المعرف بفتح الراء، كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان، وهو خمسة أقسام: حد تام وناقص، رسم تام وناقص، وتعريف باللفظ. طيب التعريفات، التعريف أو ما نسميه بالمعرف أو قول شارح، هذا أول شيء، إما أن يكون حدا أو رسما، وكل من هذين إما أن يكون تاما أو ناقصا، أي كيف ذلك سنرى. أي وعندنا الآخر شيء التعريف اللفظي. أي فالحد واحد، فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. يعني الفرق بين الحد والرسم هو أن الحد تذكر فيه ذات المعرف، إذا ذكر في التعريف ذات المعرف فيسمى ماذا؟ حدا. يسمى ماذا؟ حدا. وإذا لم تذكر فيه ذات المعرف بل ذكرت بعض الخواص، بعض الصفات، بعض الأمور الخارجة عن الذات، فماذا نسميه؟ رسم. وذلك علاش مثلا في كتاب الأجرومية في النحو، مثلا في باب التوابع النعت، ابن أجروم رحمه الله يقول: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتمكينه. يجي الشارح خالد بن عبد الله الأزهري رحمه الله يقول: رسمه ببعض خواصه. فلما تقول تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، هو ذكر بعض الميزات الموجودة في النعت، لكن هل ذكر ذات المعرف؟ لا. فيسميه العلماء ماذا؟ رسم. وقضية الشيء الداخل في الذات والخارج عن الذات هذا شفناه قبل قليل، يعني في حصص فارضة، أنه المفهوم إما أن يكون مفهوما ذاتيا، وإلا المفهوم الكلي، يا إما كلي ذاتي وإلا كلي عرضي. شو الفرق بين الكلي ذاتي والعرضي؟ لما يكون داخل في الماهية في الذات، فالمفهوم هذا نسمى مفهوم كلي ذاتي، وإذا كان يشير أو يعني يذكر شيئا خارج عن الذات فنسميه كلي عرضي. طيب قال: إذا ذكرنا في التعريف الجنس القريب والفصل القريب، ولما نقول جنس ما المراد به؟ ما هو تعريف الجنس؟ ما شفناه سابقا، هو كلي ذاتي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق، يعني سوف يذكر أفرادا كثير. والفصل القريب هو كلي كذلك ذاتي مقول على كثيرين شنو متفقين بالحقائق. وما هي ميزة الفصل؟ أنه يميز المذكور عن غيره من الأمور. الخلاصة أن التعريف إذا، وطبعا لما نقول الجنس مو عندنا القريب والبعيد والمتوسط ولا شفناها هذه كذلك سابقا، فالجنس القريب سوف طبعا أليه هو سيكون أقرب الأشياء للمعرف، ولما نقول أقرب يعني سوف تذكر فيه أقل أفراد من الجنس المتوسط أو البعيد. يعني لما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، كان يمكن أن أقول الإنسان جسم ناطق، الجسم داخل في ذات الإنسان ولا لا؟ لكن أفراد الجسم هل هي أكثر من أفراد الحيوان أو أقل؟ أكثر. وما دامت الأفراد أكثر فالاحتمالات أكثر، فمش يكون الضبط أقل، كلما كثرت الأفراد كلما كثر ماذا؟ الاحتمال وقل الضبط. كلما اقترب الجنس، يعني كان يعني إذا استعملنا الجنس المتوسط بدل الجنس البعيد فيكون أضبط، إذا استعملنا الجنس القريب بدل الجنس المتوسط فيكون أشد ضبط يعني للمسألة. فالتعريف إذا ذكرنا فيه الجنس القريب، طبعا الجنس هو أفراده ستكون كثيرة، لن يضبط المعرف، لأن الجنس مقول على كثير مختلفين بالحقائق. وبعد سوف يأتينا الفصل القريب، فهذا التعريف سوف يكون أحكم ما يكون، يعني هو أضبط ما يكون، يعني هذا على درجة أن يذكر في التعريف ماذا؟
الجنس القريب والفصل القريب. فما إذا ذكر في التعريف الجنس القريب والفصل القريب قال لك شو نسميه التعريف هذا؟ نسميه حد وتام. يعني هذا فيه إن شئنا أن نقول يعني ميزتان أو فضيلة. الميزة الأولى وأنه ما دام سميناها حد فنعلم من ذلك أنه ستذكر فيه ماهية المعرف، ولما يقول لي يعني تام فسوف نعلم أن الاحتمالات ستكون أقل ما يمكن وأنه سيكون أقرب ما يكون للمعرف. فذاك علاش سموه حد ماذا؟ تام. ما الحد التام يذكر فيه جنس القريب والفصل القريب. نعم أي مثاله ذلك. أي؟ والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط أي؟ أو به مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق. طيب إذا ذكرنا في التعريف الفصل فقط ولم نذكر ماذا الجنس أصلا، أو ذكرنا الجنس البعيد يعني جنس بعيد ومعه فصل قريب أو الفصل القريب فقط، فهنا ما دمنا قد ذكرنا الفصل ذكرنا الماهية ولا لا؟ لأن الفصل ما هو كل ذاتي ولا كل عربي؟ كل ذات. وإذا لم نذكر جنسا الاحتمالات مش تكون كثيرة، وإذا ذكرنا جنسا بعيدا كذلك الاحتمالات ستكون كثيرة، يعني تقريبا هما نفس الشيء، فهذا يتسمى حد لكنه ماذا؟ ناقص. النقص هذا بسبب ماذا؟ هذا البعد. بسبب شنو؟ البعد. ما لا عندي الحد هو التعريف بالذاتيات وما تذكر فيه الماهية. إذا ذكر فيه الجنس القريب والفصل القريب فهو حد تام، إذا ذكر فيه الفصل القريب فقط أو الجنس البعيد مع الفصل القريب فنسميه حدا ناقصا. أي؟ والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. طيب إذا ذكرنا يعني تعريفا ولم نذكر فيه الفصل القريب، وليته هو الفصل القريب هو الذي سيميزه عن ماذا؟ يعني عما يشابهه من ماذا؟ من الحقائق. فالتعريف ذكر لنا فيه ماذا؟ الجنس القريب، يعني اللي هو يدل على كل الماهية وإلا جزء من الماهية. ذكر لنا جزء من الماهية. طبعا لما ذكرنا جزء من الماهية والجنس يحتمل يعني هو مقول على كثير مختلفين بالحقائق، فهل تم تعيين الماهية؟ لم تتعين الماهية، لم تحدد. هذا كانش مسموش حد باي. وذكر معها ماذا؟ الجنس شو اسمه القريب والخاص. الخاصة هل تتناول الماهية أم تتناول شيء خارج عن الماهية؟ شيء خارج عن الماهية، وإن كان يعني لا يتناول غير المعرف من الأفراد به. فإذا ذكر في التعريف الجنس القريب والخاصة فيسمى ماذا؟ لا يسمى حدا، يسمى ماذا؟ رسما. خاص هذه مش هو الفصل ولا خاص كلمة الخاص؟ لا لا شيء آخر، دي مو غايب على كلامنا. ماذا مش ترجعنا لتالي عاد شو عملنا كي؟ والمسألة هذه عودناها مرتين، معنا ذكرناها في حصة خطر طالت الفترة شوية بسبب الراحة، زدنا عودنا يعني شرحناها مرتين نجمش نعودها مرتين به. فإذا ذكر الجنس القريب والخاص خاص يكون ما يقوم به الفصل، لكن أي لكن ليس داخل في الذات. أي لما هو مش يذكر له مثال بين كما الضاحك مثلا، هذا أمر خاص يعني بالإنسان ولكنه ليس داخلا يعني في الذات. فإذا ذكر في التعريف الجنس القريب والخاص يسميني رسما تاما. رسم شو؟ تام. أي؟ والرسم الناقص بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. أي إذا ذكرنا في التعريف الخاصة فقط أو ذكرنا الخاصة ومعها الجنس البعيد فشنو يتسمى هذا؟ يتسمى رسم ناقص. رسم لأنه لم تذكر فيه الذات، وناقص لأنه لم تذكر فيه الخاص. عفوا كيف؟ لم تذكر فيه الخاص. رسم لأنه لم تذكر فيه الذات،
وناقص لأنه لم يذكر فيه الجنس القريب. ذكر الجنس البعيد أو لم يعني هو ذكر الجسم الجنس البعيد كعدم الذكر. أما هنا بشي يفوح التعريف مرة أكثر ولا أقل لأن باقي ضايع عندي. أنت حطيت لي جنس بعيد فالاحتمالات ستكون كثيرة جدا فلا يوجد ماذا التعيين. فهم استدلوا على التعيين ربما بالخاصة فقط لا بالجنس البعيد. نعم. وأما التعريف باللفظ فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف أشهر منه كتعريف الغضنفر بالأسد ومراد المصنف بالحبل والرسم في البيت الثالث التامان بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحبل ناقص الرسم. طيب جيب الجملة الأخيرة يعني الخلاصة التعريف اللفظي طبعا هو تعريف بالمترادفات. يعني لما ما نتكلمش على جنس ولا فصل ولا خاص وما إلى ذلك. يعني لما نعرف الإنسان بالبشر مثلا وإلا العكس هذا إيش نسميه؟ باللفظ يسمى تعريف لفظي. يعني استعملت له المرادف المترادفات هي الألفاظ الكثيرة التي يكون لها معنى واحد. فما لعنا يعني الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وكذلك التعريف ماذا اللفظي. طيب لما نجيو للمتن ايش قال الإمام الأخضر رحمه الله معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم. يعني حد ورسم ولفظ يعني تعريف لفظ به. فالحد بالجنس وفصل وقع به عن أي حد يتكلم هنا التام ولا ناقص لما قال بالجنس وفصل المعنى التام ها لا يتكلم على التام بدليل بعد قال وناقص الحد ريت في البيت الثالث ولا فقبلها تكلم عن الحد التام ولا الحد الناقص ولكنه هل ذكر ذلك؟ هذا سؤال. قال ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني التام مان علاش؟ باش عرفت تو الفوق لما يقول فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة مع بعد قال وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. يعني نفهم أنه الحد التام يكون بالجنس القريب والفصل القريب والحد الناقص يا إما بالفصل وحده أو بالجنس البعيد والفصل. فالبيت الثاني اللي هو غادي يعني البيت 41 المراد بالحد الحد التام واضح ولا إيه كيف علمنا ذلك؟ لأنه من بعدها قال وناقص الحد فما دام تكلم يعني بدرجة ثانية على ناقص الحد فنفهم أنه قبلها كان يقصد ماذا. وهذا يعني معنى قولي مراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني يعني من هذا الجزء التام بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم فنفهم أنه قبلها تكلم عن الحد التام والرسم التام واضح. إذا أطلق الحد نعم إذا أطلق الحد في المراد الحد الثاني عموما لأنه هذا هو الأضبط نعم أي وشب لحظة ها كملت أسمع لحظة سي ها تفضل بالنسبة للمعنى الفرق بين الحد الثاني والناقص معناها دقة التعريف طبعا طبعا هذا هو دقة لكن كلاهما كلاهما يتناول الذات ما دام ذكر فيه الفصل على التعريف بالناقص مثلا هو مانع هو مانع وجامع كذلك لانه لكن القضيه الجامعيه ليست موجوده الا اذا كان تكلمنا عن الجنس البعيد معهم لان قضيه الجمع يقوم بها الجنس والفصل يقوم بقضيه المنع لكن وإن لم يذكر يعني ما يدل على الجمع فينصرف الذهن دائما إلى الأشمل واضح ولا يعني إن إذا كان مش نقول الإنسان هو الناطق
فالاصل لو قال لي الانسان حيوان ناطق فحيوان هذا جنس اللي يتناول افراد كثيره هو اقرب ما يكون للمعرف. لو لم يذكر فاقل شيء مش يكون مثلا الجسم ولا جسم يعني نامي. فانا اذا لم يذكر لي جنس وسافترضه يعني لابد ان تكون لي اداه تجمع افراد كثيره فسوف اخذ دائما الابعد لان الابعد سوف يكون صادقا لا محاله. فهمتوا القضيه النقطه هذه ولا به؟ فهذاك علاش هو سوى في الحد البعيد بين الخاص بين ذكر الفصل وحده او ذكر الفصل مع الفصل القريب طبعا مع الجنس البعيد لان الجنس يعني البعيد يعني سواء ذكرته او لم تذكره هذا لا يؤثر في المساله تاثيرا كبيرا. نعم التعريف بالحس مشتمل على الاوصاف الذاتيه التي تركبت منها الحقيقه ان كان بكل الاجزاء فهو التام وان كان ببعض الاجزاء فهو النقص. هذا ما قلناه قبل قليل. اي لما مش يذكر الجنس شو اسمه القريب والفصل القريب فذكر الماهيه بكل يعني بكل افرادها. نعم هذاك علاش سماه يعني التام. طيب من بعد ايش قال؟ ثم قال وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا ابعد. شرط كل ما المراد بالكل؟ كل المعرفات يعني المعرفات اللي هنا راينا انها خمسه اللي هي يا اما حد تام ولا ناقص ورسم تام وناقص والا تعريف لفظي في الحالات الكل من شروط صحه التعريف ايا كان ايش قال؟ خلي تو نقرا الشرح ودينا نشرح كمل انت اقرا الابيات ومن بعد اي ولا مساويا ولا تجوز بلا قرينه بها تحرز. نعم ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينه خلاء وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم ذكر او ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فدر ما روى اقول شرط المعرف ان يكون مضطردا منعكسا. شرط المعرف معرف يعني التعريف اللي هو يسميه كذلك قول شارع ما هو شرطه أن يكون مضطردا منعكسا أي جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق المعرف. ها فلو كان لحظة إيش قلت سماه جامعا لأفراد المعرف بفتح أي جامعا لأفراد المعرف. نعم أي فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق او غيره او غير مانع كتعريف الانسان بالحيوان لم يصح تعريفه وان يكون طيب اول شرط ان يكون ماذا مضطردا ومنعكسا. لما نقول مضطرد ما هو الاضطراد؟ ما معنى شيء مضطرد؟ انتشر اي مشتهر يعني هنا دل هذا يدل على الكثرة اللي هي قضية الجامعية يجمع أفراد المعرف كلها. لكن لما نستعمل لفظا فيه معنى الاضطراد فالأصل أن يأتي بأفراد المعرف ويأتي معها بأفراد أخرى. لما نعرف الإنسان حيوان ناطق فكلمة حيوان تجمع كل أفراد الإنسان وتجمع معه أفراد ماذا أخرى مثل كما اللي يلقط في الزيتون كي يبدأ يلم اللون شنو يعمل يلم اللي حاجته به ويلم كذلك الاجنبي ده. وبعدك التغربيل هذاك هو الانعكاس هو قضيه المنع سوف يخرج الاجنبيه من ماذا؟ من التعريف. فمن شروط التعريف ان يكون مضطردا منعكسا اي جامعا مانعا نعم اي جامعا لافراد المعرف مانعا من دخول غيرها يعني من دخول الاجنبي في التعريف ب كتعريف الانسان بالحيوان الناطق. فلما نقول الانسان حيوان ناطق فحيوان ناطق اللي هو تعريف هذا تعريف مضطرد منعكس. مضطرد لان فيه حيوان ومنعكس لان فيه ماذا؟ ناطق ب فلو كان غير جامع كتعريف لحظه تراش قال كتعريف الانسان بالحيوان الناطق لا 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 فلو كان غير جامع فكتعريف الحيوان بالناطق او غيره كيفاش ترى هذا
يعني لما يجي واحد يقول اذكر لي تعريف، مش نعرف الانسان او مش نعرف الحيوان، يقول ما هو الحيوان؟ يقول لي الحيوان هو الناطق. عرفت المعرفه الحيوان اي. فهنا هل هذا التعريف جمع كل افراد المعرفه؟ لا، فذكرت بعض ماذا الافراد، فهذا تعريف غير جامع، يعني غير جامع يعني غير صحيح ب او غير مانع كتعريف الانسان بالحيوان. لما نقول الانسان هو حيوان واسقط، هذا تعريف كذلك غير صحيح. علاش؟ يعني هل هو غير جامع؟ لا، جامع، جمع كل افراد المعرف لكنه لم يمنع الاجنبيه من، فبقي غير، بقي الافراد غير المعرف موجوده في التعريف. ف يعني التعريف اذا كان جامعا غير مانع فهو معيب غير صحيح، واذا كان مانعا غير جامع كذلك هذا تعريف غير صحيح. اذا اردنا يعني تعريفا صحيحا فلا بد ان يكون جامعا ومانعا، يعني مطردا ومنعكسا. نعم. اي او غير مانع كتعريف الانسان بالحيوان لم يصح تعريفه. نعم. وان يكون ظاهرا كتعريف الحنطه بالقمح. من فوق في البيت ايش قال؟ قال وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا. من بعد قال وظاهرا. اي ما المراد بالظهور؟ الاصل ان التعريف الفاظه تكون اوضح واظهر من المعرف، ما يجيش يعني يكون الفاظ التعريف يعني اصعب يعني واغمض من المعرف. ساعات يجي يسال على حاجه هو يشحل ويولي مسكين يقول زدت عقدتني زدت منا، فهذا عيب في التعريف. نعم. ان يكون ظاهرا كذلك تعريف الحنطه بالقمح، يعني نحن كلمه قمح هل يوجد من يجهلها؟ لا. يعني تجي تسال حد يقول لك، يبدا يقول لك ما هو القمح؟ تقول له القمح هو الحنطه. وهو علي هو ما يعرفش القمح، مش يعرف الحنطه، مفهوم ولا؟ العكس صحيح. اذا سئل عن القمح عن الحنطه فعرفها بالقمح، لان كلمه قمح اظهر من كلمه حنطه. نعم. تعريف باللغه قطع نظر، احنا تو مش نتكلم على قضيه حد والا رسم، احنا نتكلم على التعريف، يعني لابد ان يكون جامع المانع، يعني دي مساله. كذلك ينبغي ان يكون ماذا؟ اظهر. سواء كان تعريف لفظي ولا حد ولا رسم. نعم. أي؟ واما اذا كان ابعد منه كتعريف الاسد بالغضنفر او مساويا كتعريف العدد الفردي بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرد فلا يصح. اي التعريف يعني بالمساوي، وإلا مش يجينا كذلك تعريف الشيء بنفسه، يعني بعض حاجه مساوي ومساوي حاجه، هذا تعريف بالمساوي. نعم. اي وأن لا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد. طيب قال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد هنا هناكم ولا مساويا، هذه شفناها من بعد قال ولا تجوزا، يعني التعريف أصلا أنه لا ينبغي أن يوضع فيه توضع فيه المعاني المجازية. علاش؟ لأنه المجاز هو لفظ غير الحقيقة، وذي شفناه سابقا في علم البلاغة. ما هو تعريف المجاز؟ هو لفظ وضع استعمل في غير موضع له لقرينة مع علاقة به، فلا يستعمل ماذا المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة تشير إلى ذلك. يعني قال ولا تجوزا بلا قرينة، يعني إذا استعملنا تجوز بقرينة مجاز مع قرينة يفهم منها يعني أن هناك مجازا فلا بأس به، بلا قرينة بها تحرز. قال وأن لا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد. إذا كان هنا استعمل في التعريف مجازا مع قرينة تعين المراد فذلك جائز، أما بلا قرينة فلا. نعم. أي كتعريف البليد بالحمار فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف. أي قل ما هو البليد؟ قل لك هو حمار. يبقى ساكت، شو ما يفهمش؟ لا تقول هو حمار يكتب.
فلما يقول كلمة يكتب فنفهم أن الحمار لا يراد منه الحيوان حقيقة، بل يراد منه يعني الشخص الذي يعسر عليه فهم الأمور، حمار مجازي ليس ماذا حقيقي، لأن الحمار الحقيقي لا يكتب. نعم. كتعريف البليدي بحمار يكتب وألا يتوقف معه. وراء وريد ذكرنا في أمثلة بسيطة، يعني ربما بعضهم ينظر لهذه الأمثلة يقول يعني لماذا لم يأتي بغير له، ولكن من بعد لما جينا مثلا في تعريفات البيوع في الفقه وإلا في يعني أشكال المبادلات وغيرها، فيصير بعد ذلك يعني تنطبق هذه القواعد. أما هنا التركيز بعضهم قال دي معلش شدين حيوان ناطق، حيوان ناطق لا، لأن هذه مسائل مفهومة، نحن مقصودنا ليس المثال، مقصودنا فهم الضوابط والقواعد، وفهمها يتأتى يعني بهذه الأمثلة البسيطة. نعم. هذه الشروط كلها هي من حيث أنه يكون تعريف مفهوم واضح للمستمع. طبعاً، لأنه هو هو هذه الأصل وظيفة التعريف. لماذا نحن نلجأ إلى التعريف أو إلى الحد؟ لأنه عندنا نوع من الإبهام في المعرف. أنا قلت لكم الأمثلة، طبعا احنا الناس كل تعرفنا، احنا خاصة في حصتنا هذه نعرف الإنسان حيوان ناطق، لكن هو يتكلم يعني عموما، ساعات يجي يعرف لك مثلا عمل أهل المدينة مثلا، فهنا تقول يطبق عليه هذه القواعد ولا غير ذلك يعني من الأمور. الأصل أن التعريف يوضح، هو اسمه تعريف، اسمه معرف. إذا كان يعني لم يعرفنا ولم يوضح لنا المعرف فهو ليس تعريف. نعم. وأن لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود كتعريف العدد الفردي بما تقدم وعكسه. طيب، يعني بعد قضية المجاز شو قال؟ هو قال ولا مساوي ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز. بعد قال ولا بما يدرى بمحدود، ولا مشترك، هذه يجي الكلام، يعني ينبغي أن يسلم التعريف كما قال العلماء من الدور، وأن لا يتوقف معرفته على معرفة ماذا المحدود، بمعنى وأنك تأتي بشيء لتعرفه فهذا معرف، ثم تأتي في التعريف وتذكر لنا يعني ألفاظا يتوقف معرفتها على المعرف، يعني نقول أنا عندي المعرف هو رقم واحد، يعني عندي الشيء الأول هذا عندي فيه جهالة فألجأت للتعريف، فلأفهم الشيء الأول ألجأ للثاني اللي هو التعريف، فإذا دخلت اتجهت للتعريف أجد فيه أشياء ترجعني إلى الأول. فما ليش مش يصير يعني. يصير فينا اللي صاير في المواطن التونسي مع الإدارات مثلا، نأخذ مثال بسيط، لما نقوله ما هو الفعل الماضي أو ما هو الماضي، قالوا الماضي هو فعل يدل على زمان ماضي، واضح ولا؟ وإن كان التعريف هذا النجم وإحنا نوجهه، لكن أنا عندي إشكال في كلمة ماضي، فنمشي للتعريف، التعريف يجي يقول لي فعل، نعرف شو معناه فعل، يدل نفهم شو معناه دلالة على فعل يدل على زمان ماضي، أنت ماضي، أنت مانيش فاهم شو معناها ماضي، ودي رجعتني لها، هذا اسمه الدور، توقف أمور بعضها على بعض، نولي نقول لما دل على زمان شنو؟ سابقا، هنا ارتفع الدور، وإلا نقول لا راهي ماضي الأولى، هو الماضي مثلا الاصطلاح. يعني نفهم النحاة لما يطلقون كلمة ماضي ماذا يريدون بها، والماضي الثانية هذا الماضي اللغوي، فصار الأول غير الثاني ولا، فمعرفة الثاني ليست الآن موقوفة على معرفة الأول، فلا دورة، واضح ولا؟ وهذه كذلك ينطبق عليها كالقول اللي قلناها، لما تقول شكون الحاج موسى يقول لك هو موسى الحاج، هذا أتك علاش يقول العلماء تعرف شيء بنفسه ماذا؟ باطل، واضح، ها؟ مساوي أي تقريبا بالمساوي، هنا المساواة في الجهالة، إنك أنت تجهل الأول وجاب لك الثاني كيف تجهل، وهذاك علاش يعني
اشتغل تمشي لل لل شو اسمها للسونار باش دخل شيشمه سباله يبعثوك للبلديه، تمشي البلديه يرجعوك للسونار. هذا يا دور حتى تشطحن بيناتهم. فهمت شنو؟ ها؟ تقعد تدورهم بيناتهم. وكي تاخذها مقال يقصوا عليك. هذه حكايه اخرى. طيب. بل قال وان لا يتوقف معرفته. يقول ان لا تتوقف معرفته ولا يتوقف. المعرفه مؤنث ولا مذكر؟ ها؟ شو مجاز؟ ها؟ اي مؤنث مجازي، المعرفه مؤنث مجازي لا يقابله ذكر من الحيوان فيجوز تأنيث فعله وتذكيره. تقول طلع الشمس وطلعت الشمس. علاش؟ لان الشمس مؤنث مجازي. قام الحجة على فلان وقامت الحجة على فلان. انكسرت الطاولة وانكسرت الطاولة كلها صحيحة. باش تقول قام هند، لا نحكي على امرأة مثلا مش بلد. تقول قامت هند. طيب وأن لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود. ممر واحد في جماعة قرأوا لقى بي صلح فيهم قال لي تتوقف، قال لي لا يتوقف، قلت له أنت توقف الساعة المسألة. لقى يصلح في الكتاب. أي قال كتعريف العدد الفردي بما ليس بما تقدم، بما ليس زوج ولا الزوج بما ليس فرد. أي وأن لا يكون في الألفاظ المشتركة من غير مشتركة مشتركة من غير قرينة كتعريف الشمس بالعين، فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة صح التعريف. طيب قال من بعدها ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك. اللفظ المشترك هو المتكثر المعنى، يعني هو اللفظ الواحد الذي تكون له معان كثيرة. فإذا أوردنا لفظا مشتركا في التعريف فهذا من شأنه أن يلبس على يعني على القارئ أو على المتأمل. يعني استعملت مثلا لفظ العين في التعريف، طيب اي عين تريد؟ العيون كثيره، عين الماء ولا عين الجاريه ولا العين المضيئه كما قال الى اخره. فالاصل ان نستعمل لفظا مشتركا، واذا استعملنا لفظا مشتركا فلابد من قرينه ترشدنا الى المعنى المراد في التعريف. نعم كتعريف الشمس بالعين، العين تحتمل الذهب والفضه، تحتمل يعني الركبة، العين الجارية إلى آخره. قال لما نذكر قليلا نقول تعريف الشمس بالعين المضيئة فصح ماذا التعريف. نعم وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز كتعريف الفعل بأنه الاسم المرفوع لأن الرفع حكم من أحكامه، لأن المعرف بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف. وإذا جعلنا الحكم جزءا منها والحال أنه يتوقف على المعرفة بفتح الراء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لزم الدور وهو ممنوع. طيب لا ينبغي أن تدخل الأحكام في التعريفات أو في الحدود. قال إدخال الأحكام في الحدود لا يجوز كتعريف الفعل بأنه الاسم المرفوع. لما نقول المرفوع، المرفوع هنا هو ماذا؟ هو حكم الفاعل. نعم حكم الفاعل ان يكون ماذا مرفوع. وذاك علاش يعني تقريبا في كل سنه يعني في خاصه جماعه سنه اولى وثانيه نسالهم على الممنوع من الصرف ونحط السؤال اللي من بعد نقول لهم ما هو حكمه وهم ديما يقلبوه لان نسالهم على الممنوع من الصرف وهم يذكروا لي الحكم. نقول لهم ما هو الممنوع من الصرف؟ يقولوا لي هو الذي لا يقبل الكسر ولا التنوين. من بعد يجي في ما هو حكمه ما يلقى ما يجاوب لان اللي موجود عنده حط ولا تحطه في سؤال واحد نقول له ما هو تعريف الممنوع من الصرف وما هو حكمه. يظل يا عم جيمش نقول اللي نسالهم الاول على الحكم نقول له ما هو حكم الممنوع من الصرف ومن بعد نقول له ما هو تعريفه باش يجاوبه بالصحيح. واضح ولا؟ ففرق بين الحكم وبين ماذا؟ وبين التعريف. والاصل ان لا يذكر يعني الحكم في التعريف. نعم ولا يجوز ولا لحظة لأن ايش قال؟ لأن الرفع حكم من أحكامه. حكم من أحكام ماذا؟ الفعل. نعم
لأن رفع حكم من أحكامه، لأن المعرفة يتوقف على أجزاء التعريف. يعني نحن لا نفهم المعرف إلا إذا فهمنا أجزاء ماذا؟ التعريف. به. وإذا جعلنا الحكم جزءا منها، طبعا إذا أقحمنا الحكم في التعريف فنحن دخلنا الحكم مع أجزاء التعريف، شنو اللي بشي يصير؟ يصير مش يقع التباس. يعني وإذا جعلنا الحكم جزءا منها، والحال أنه يتوقف على المعرف، أنه اللي هو على شنو تعود؟ أي يعني الحال أن الحكم يتوقف على المعرفة. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم قضية كونه مرفوع إلا إذا فهمت ما هو الفاعل أصلا. يعني نفهم شنو معناها فاعل وأدركه وأعي، ثم بعد ذلك نصير نبحث وننظر في ما هو حكم هذا الشيء. لكن الشيء لم أتصوره إلى الآن، هل يمكن أن أتصور حكمه؟ إن الحاجة ديك ما عرفتهاش، مش نعرف شنو حكمه وشنو لا. فلا بد أن أتصور الشيء ثم أتصور بعد ذلك حكمه. وهذاك علاش يقولوا يعني فهم الحكم الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن أتصور الشيء ثم أتصور بعد ذلك ماذا حكمه. به. قال والحال أنه يتوقف، يعني حكم الشيء يتوقف على المعرف، لأن حكم الشيء فرع عن تصوره لازم الدور. يعني أن إذا مش نذكر الحكم في التعريف نذكر شيء معرف وأذكر في التعريف الحكم. طيب أنا لن أستطيع أن أفهم الحكم إلا إذا فهمت هذا المعرف، وإذا أردت أن أفهم المعرف أذهب بالتعريف فأجد فيه الحكم، فالحكم يرسلني إلى المعرف، والمعرف يرسلني إلى التعريف اللي هو فيه الحكم. كان الحكم يبعثني للمعرف والمعرف يرجعني للحكم، فذلك كذلك لازم منه ماذا؟ الدور. وكل ما أوصلنا إلى الدور فهو ماذا؟ فهو باطل. الدور باطل، وكل ما أوصل إلى الباطل فهو باطل. يعني ربما بعض الناس يقول لك لا يعني مش مشكلة لما تقول الفاعل هو الاسم المرفوع وتزيد حاجة أخرى. احنا مش قضيتنا تعريف الفاعل هنا ولا تعريف الحيوان الناطق، احنا نتكلم عموما. يعني وتصير مثل هذه الأمور تنطبق في أشياء أخرى أكثر غموضا وأكثر يعني جزئيات وأكثر يعني تفصيلا. نعم. بالنسبة لهذه معنى الحكم، هل يحكي الحكم؟ يتكلم، لا يتكلم على ال النسخة هذه كتب فرع عن تصوره لازم الحدود، لازم أي إدخال. هنا قال وإدخال الأحكام في الحدود، لكن ناحية الرسم أي طب هو لما تكلم مثلا على الفعل ابن أجروم رحمه الله شنو قال؟ كيف عرف الفعل؟ قال هو الاسم المرفوع الذي لا يذكر قبله فعله. إيه هنا تعال شنو ذكر فيه؟ ذكر فيه الحكم. ويجي من بعد الشارع خالد بن عبد الله الأزهري يقول رسمه ببعض خواص المذن، ما قالهاش في الفعل. أما احنا شفنا لما يعني شرحنا الكتاب هذا وقلنا إن هذا رسم وليس حد. فالحدود لا تذكر فيها الأحكام. إيه الرسم هل يذكر فيه الحكم؟ نعم يذكره، سوف تذكر فيه بعض الخواص والصفات، بل الأغلب في الرسم عادة أنه يذكر فيه ماذا؟ تذكر فيه يعني بعض الأحكام الخواص والصفات. نعم. ولا يجوز إدخال أو التي للشك في الحد كقولك في تعريف البليدي هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم على سبيل الشك. لا يستقيم أو لا يستقيم هذا اللفظ. لا يستقيم ولا يستقيم. أو لا يستقيم أو لا يستفهم. هو الذي لا يفهم أو لا يستفهم. شو نسخة غلطة ولا؟ نكتب لا يستقيم. كيكا. لا يستقيم أن نكتب لا يستقيم. لا يفهم أو لا يستفهم. كيكا النسخة اللي. تهني لازم النسخة دي مفروض الأخير. ساعة نسخة اللي عندكم ظهر أزيان هيك وضخم ما شاء الله. نحن نسختنا متاع زواولية في مشوية. طيب هو الذي لا يفهم، مش هذه قضيتنا. قضيتنا أو توجد في تعريفات كثيرة، لكن الأوات كثيرة
طب في تعريف النعت مثلا النعت هو تابع يدل على معنى في متبوعه يدل على معنى في متبوعه او متعلق بمتبوعه هو ذكرت لنا او في التعريف في حد واحد لا او هذه لا تضر علاش لانها ليست للشك بل هي للتقسيم لان النعت على قسمين نعت حقيقي ونعت سببي لما نقول يدل على معنى في متبوعه هذا يتناول النعت الحقيقي لما نقول متعلق بمتبوعه هذا يتناول النعت السببي فعندنا اول التي للشك اول التي للشك لا يصح ان تاتي في التعريف علاش لان انا عندي ابهام في فهم شيء من الاشياء فعندي اذا مش تبقى تحطي قضيه فيها شك فما فائده هذا التعريف ما لذلك علاش ايش قالوا في يعني في المتن قبلها ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينه خلا به وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدوث ذكر أو ولا يجوز في الحدود ذكر ماذا؟ أي أو قلنا التي هي للشك وجائز في الرسم فدري ما روى نعم أي إما هذا أو إما وإما هذا لأنه طبعا هناك فرق بين الذي لا يفهم والذي لا لا يستفهم الذي لا يفهم يعني هو الذي لا يدرك ولا يعي ما تقوله والذي لا يستفهم أي لا يطلب ماذا الفهم هناك فرق بينهما نعم وأما أو التي للتقسيم فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرفة تقسيم أن المعرفة يعني المعرفة أي المعرف المعرف يمكن يكون قسم مثل ما رأينا مثلا النعت على قسمين نعت سببي ونعت حقيقي فلزاما سوف أذكر يعني أو في التعريف لأتناول القسم الأول والقسم الثاني فأول التي للتقسيم هذه لا يعني لا حرج في ذكرها نعم أي أن المعرف قسمان قسم كذا وقسم كذا نعم. فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين نعم يعني وبالتالي يمكن الاستغناء عن أول هذه لكن نصير نعمل تعريف أول وتعريف ثاني تعريف القسم الأول كذا وأقول النعت الحقيقي هو الذي هو تابع يدل على معنى في متبوعه والنعت السببي هو تابع يدل على معنى في متعلق متبوعه وانتهى الأمر يعني أول هذه يفهم منها أنه وكأن هناك تعريفان في تعريف واحد نعم مثاله تعريف النظر بالفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن نعم يعني أن النظر قسمان الأول الفكر المؤدي إلى العلم والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة الظن نعم إلى غلبة ظن نعم وأما في الرسم فيجوز دخولها كقولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتابة أي دخولها يعني دخول ماذا؟ دخول أو والفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدن ويجوز أن يكون لها خاصتان كذلك نعم هذه من الفروق الموجودة بين الحد والرسم وبهذا يعني ينتهي الكلام عن التصورات اللي من بعدها سوف يأتي الكلام عن ماذا؟ عن باب التصديقات أنا قال أقول لما فرغ من مبادئ تصوراتي ومقاصدها أخذ يتكلم عن مبادئ التصديقات هذا إن شاء الله نشوفه في الأسبوع المقبل ياخذ جائزة الرسم يقصد كل هذه الجائزة الرسم أو وكذلك دخول الأحكام هي هو صرح وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود فهنا الكلام عن الحدود أما اللي قبلها المساوي والمجاز وغير هذه يعني في كل أنواع التعريفات فالأمران الأخيران خاصان بالحدود طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك